هكذا تتواصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم مع سن الكبار في أشواط الحولي والزمول. نجدد الترحيب والتحية لكل عشاق الأصالة، وهذا موقعنا ميدان المرموم لسباقات الهجن تحفة الميادين، وهذه انطلاقة قبل قليل شوط الزمول المحليات وهو الثالث في مجموعة أشواطية هذا الصباح عبر شاشة دبي ريسنج في هذه الانطلاقات مع 8 كيلومترات. انطلقت الزمول وبنوك المستقبل لتنطلق في هذا الاندفاع. مع هذا الاندفاع والانطلاق ويسير هذا الشوط بهذا المسار، نسير مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول. يقود المشاركين شريان، يتقدم المشاركين ويقود هذا الانطلاق محمد بن عبد الله المذيوبي الاكتبي الذي يسيطر على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني يأتي في المركز الثاني ويتقدم الوصلاوي بهذا الشعار الجميل والرائع. هذا هو الوصلاوي مطر بن راشد بن مطر اليابري، يأتي في المركز الثاني شاهين على ثالث المراكز، ويتقدم عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي على المركز الثالث، بينما شوف المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، وياتي في المركز الرابع سلهود مطر بن محمد بن علي بالقريني المنصوري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك من الجانب الاخر في خامس المراكز صوغان لسالم بن محمد بالضبيعه الاكتبي على المركز الخامس، والسادس المراكز هذا سلهود لثاني بن عبيد بالكديد الفلاسي يتقدم كذلك على المركز السادس، بينما المركز السابع مكلف عتيج بن مطر القبيسي على المركز السابع في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن يتقدم مصيحان ومظفر بن غلام بن موسى البلوشي في ثامن المراكز، وشوف المركز التاسع ياتي في هملول بهيان بن عامر بن قانوش العامري على المركز التاسع، والمركز العاشر هناك يتقدم فيه الرامي تعود ملكية الفهد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين. هذه العشر المراكز الأولى، هذا ندان الأول للعشر المراكز الأولى من الزمول المحليات الأصايل في شوطنا الثالث هنا مع رقص الكبار في هذا الصباح، ومع مصورينا الذي باذلين جهود جبارة يستحقون كلمة شكر وتقدير في هذه الانطلاقات وهذه التحديات عبر شاشة دبي ريسنج للمشاهدين وللمتابعين ولعشاق الأصالة والتحدي. نسير مرة ثانية ونعود مع المراكز الأولى لنتابع التغييرات وتبادل المراكز في مسار هذا الشوط وتحدياته. المركز الأول هناك التنافس ما شاء الله باين والتحديات باينة، ولكن هنا شاهين عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي هناك يتقدم على المركز الأول، ولكن شوف التحرك، شوف الانطلاق من قبل سلهود مطر بن محمد بن علي المنصوري، ولكن من الجانب الآخر مشاهدين الأعزاء اللي هو يتقدم في هذه اللحظات اللي هو شريان. شريان يتقدم ويعود مرة ثانية، شريان يعود إلى المركز الأول، محمد بن عبد الله المذيوبي الاكتبي الذي يقدم شريان، ولكن القبيسي هناك من الجانب الآخر مكلف عتيج بن مطر بن حسن القبيسي يتقدم على المركز الأول، يعود إلى الانطلاق الأول، بينما المركز الثاني يأتي في شريان محمد بن عبد الله المذيوبي الاكتبي على المركز الثاني، والمركز الثاني
الثالث اللي هو سلهود مطر بن محمد بن علي بالقريني المنصوري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع شاهين وياتي عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي على المركز الرابع. شوف الأربعة المراكز الأولى المتقدمة، وياتي بالضبيعة على المركز الخامس، سالم بن محمد بالضبيعة ليقدم لنا صوغان على المركز الخامس. المركز السادس تحرك الرامي، فهد بن سيف البوسعيد الخيارين يقدم الرامي على سادس المراكز. والمركز السابع اللي فيه ملول بهيان بن عامر بن قانوش العامري ياتي في هذه الانطلاقات. أما المركز الثامن، ثامن المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك سلهود ثاني بن عبيد بالكديدة يقدم سلهود في المركز الثامن. يا سلام يا أبو عبيد، أشكرك على هذه المشاركات الجميلة. روح هناك في الفورمة مع المراكز الأولى. المركز التاسع، تاسع المراكز، ياتي الوصلاوي ويقدم مطر بن راشد بن مطر اليابري. والمركز العاشر وصل فيه في هذه اللحظات مصيحان ومظفر بن غلام البلوشي. هذه النتيجة مشاهدة متابعينا الكرام للمرة الثانية للعشر المراكز الأولى في زمول المحليات الأصايل في ثالث أشواط صباحي هذا اليوم في هذا المنطلق والصرح الكبير هنا في 8 كيلومترات ورقص الكبار وتحديات الكبار عبر شاشة دبي ريسنج. هذا ميدان المرموق، ميدان الذكي، هذه تحفة الميادين مشاهدينا متابعينا الكرام الذي تنطلق فيها كل الآمال وكل الطموحات بهذا الدعم الكبير وهذه الانطلاقات الرائعة في تحديات الأصالة. نسير أكملنا للمرة الثانية لنداء العشر المراكز الأولى، نتقدم إلى المركز الأول. نشوف هناك مكلف عتيج بن مطر القبيسي يتقدم بهذا الشعار وبهذا الانطلاق. القبيسي هناك في تقديمه النوعية الجميلة، هناك من قدم لنا مزعل وسجل وسطر حروف كذلك بالإنجازات. مزعل مشاهدين الأعزاء بهذا الشعار، ويأتي هذا اليوم بمكلف عتيج بن مطر القبيسي الذي يتقدم على المركز الأول. بينما المركز الثاني يأتي في شريان محمد بن عبد الله المذيوبي الذي قدم شريان في هذه اللحظات. وصل الخيارين مع سلهود هناك الرامي، الرامي وصل في المركز الثالث. الرامي تقدم على ثالث المراكز، هذا الرامي فهد بن سيف البوسعيد الخيارين يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. والمركز الرابع سلهود مطر بن محمد بن علي المنصوري ياتي في المركز الرابع. المركز الخامس هناك صوغان لسالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي. والمركز السادس هذا هملول بهيان بن عامر بن قانوش العامري في سادس المراكز. أما المركز السابع فيصل ويتقدم هنا سلهود لثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسي يتقدم في هذه اللحظات بو عبيد. وياتي في المركز التاسع هناك تبقى مشاهدين الأعزاء وصل موادع لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. والمركز التاسع وصول من اسم جديد جزيل سلطان بن علي بالخصم الاكتبي، وصل جزيل في هذه اللحظات. أما يأتي في المركز العاشر ويتقدم هناك كذلك مياس خليفة بن خميس الغويص السويدي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. من ثم نعود إلى بوابة 2 كيلومتر قادرناها، 1800 متر ما تبقى من وصول هذا الشوط وتحدياته. مكلف على المركز الأول عتيج بن مطر القبيسي يقود الزمول ويتقدمهن بهذا الهدير وبهذا الانطلاق الجميل. بينما يلي في المركز الثاني ياتي شريان محمد بن عبد الله المذيوبي الاكتبي الذي يقدم شريان، وهناك الرامي فهد بن سيف
يستهدف البوسعيد الخيارين، يقدم الرامي، يقدم الرامي. هذه الثلاثية الجميلة، الثلاث المراكز اللي اعتزلن واللي ابتعدن عن بقية المراكز. أشوف المركز الرابع في صوغان لسالم بن محمد بالضبيعة، وهذه النتيجة وهذا الانطلاق الجميل ومقادرتنا في هذه اللحظات أو وصولنا إلى العنوان، العنوان الرسمي في هذه الانطلاقات، والألف ومئتين، ألف ومئتين. مشاهدين العزاء، يا سلام هذا النداء، هذه الانطلاقة، والزمول تتهادر. الله يا زميلي نايف يقول ولكن هذه في أشواط، في أشواط السيارات والحماس، ولكن هذه الزمول كذلك تنطلق في هذا الصباح الجميل في هذه الانطلاقات الرائعة. الكيلو الأخير ولا زال مسيطر، مسيطر، مكلف، مكلف بمهمة هذا الشوط للانطلاق بالمركز الأول. هذا مكلف، عتيج بن مطر القبيسي على المركز الأول، الرامي في المركز الثاني، الرامي فهد بن سيف البوسعيد الخيارين كذلك يعرف هذا الشعار الناموس ويعرف الفوز شعار الخيارين. الله يا سلام، يا سلام، يا سلام، ما شاء الله مكلف، رقص، رقص في الأمتار الأخيرة، رقص ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، في سن اللقاية ما شاء الله، من خفته، من خفته، من انطلاقاته، من تحدياته. يا سلام مكلف، عتيج بن مطر القبيسي بالمركز الأول بالانطلاق الأول، مكلف بهذه المهمة وانجزها، أنجز مهمة الفوز وهو مكلف بالفوز، مكلف بهذا الشوط أن ينتزع الناموس وهو قد هذه التكلفة، وهذا الذي كلف به أنجزه ما شاء الله، مكلف، مكلف، مكلف. سلام العاصمة أبو ظبي، سلام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. هذا مكلف، عتيج بن مطر القبيسي الذي حقق هذا النصر وحقق هذا الناموس مع مكلف وهو يقرب من خط النهاية عبر شاشة دبي ريسنج. مشاهدينا متابعين الكرام وميدان المرموم يصل إلى المقصورة الرئيسية وإلى خط النهاية وإلى الفوز وناموس مع الجماهير. صف قوله، يستاهل، يستاهل، يستاهل يا جماهير، يا سلام، تهانينا والناموس لعتيج بن مطر القبيسي على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني وصل فيه الرامي لفهد بن سيف البوسعيد الخيارين، والمركز الثالث وصل فيه شريان لمحمد بن عبد الله المذيبي الكتبي، والمركز الرابع عندك يا أبو الضبيعة اللي هو صوغان سالم بن محمد بن الضبيعة، والمركز الخامس هذا جزيل للسلطان بن علي بالخصم الكتبي. هذه الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق، وهذا مكلف قطع المسافة في 13 دقيقة و30 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مكلف وهو عتيج بن مطر القبيسي بهذا الفوز المستحق الذي انطلق في هذا الشوط. بينما المركز الثاني كذلك من قدم أداء جميل وانطلاق رائع في هذا الصباح اللي هو الرامي فهد بن سيف البوسعيد الخيار، قدم 13 دقيقة 35 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق. بينما وصل في المركز الثالث شريان لمحمد بن عبد الله المذيوبي الكتبي، قدم توقيت زمني 13 دقيقة و37 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس.